أنا أعتقد أستاذ ممدوح أن أكثر شخص اليوم هو مطلوب منه أنه يحدثنا ماذا حدث، هو فعليا إمام هذا المسجد، أن يخرج علينا ويقول ماذا حدث، يعني ما هو الشيء بالضبط اللي حصل. هو عبر عن رأيه، هم كتبوا قالوا العبارات اللي هو كتبها. نعم هو عبر عن رأيه بطريقة أو بأخرى. لا أنا بقصد أنه على أي أساس تم إقصاؤه من هذا المنصب، يعني أو من إمامية المسجد. يعني بصراحة هل ضغط عليه؟ هل الهيئة الإسلامية مارست ضغط معين؟ طب هو يمكن الكلام اللي حكاه يعني المحكمة صنفه على أنه هو نوع من التعبير على الرأي، ليس أكثر من ذلك، يعني إلى ربما تعبيرات شديدة شوية لما تعتبرها المحكمة، ولربما لا، لربما لا. فهل هنا السؤال الذي أنا أطرحه بصراحة على الإمام نفسه، هل هو استقال من تلقاء نفسه، يعني هو ارتاح أنه يستقيل، أم أنهم ضغطوا عليه حتى يخرج نهائيا من 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 إمامة المسجد بصراحة؟ خليني أقرأ لك بعض العبارات لأن ده اللي كتبته لائقة. مشان ما يا تعمل الله نعم، اهزم اليهود وادعم المجاهدين الذين يقاتلون من أجل الله في فلسطين. وطبعا العبارات كلها موجودة برضو في متن الخبر. صحيح. هو قام بحذف حتى قالوا حسابه على الفيسبوك قام بشطبه بشكل نهائي بعد هذه الحادثة يعني. ولكن مثل ما حكينا الأسبوع الماضي، حاليا الشرق الأوسط، المنطقة، فلسطين في حالة حرب يعني، والتصريحات والتعبير عن الرأي ممكن أن يذهب يعني بأبعد إلى أبعد من ذلك. يعني لو تقرأ أنت تعليقات من هم من الطرف الآخر، لن أسمي بصراحة، يعني يوجد أمور أخطر وأعنف وأكثر بكثير من اللي قام فيه هذا الشيخ. ولكن اليوم مع الأسف حالة الانتقائية التي تقوم بها بعض السلطات والمؤسسات المحسوبة بشكل أو بآخر على الهيئات الدينية بصراحة هي من تحاول يعني أن تفرض وجهة نظرها وليس وجهة نظر الآخرين. طيب ننتقل لخبر تاني وده خاص بالنمسا طبعا، برضو موضوع حديث الساعة، الانتخابات. احنا مقبلين على انتخابات وتحددت الانتخابات في سبتمبر من هذا العام، الانتخابات النمساوية. كيكل كان هناك طبعا بعد فاشن دينستاك بيكون او جرى العرف ان بيكون في كلمات لزعماء الاحزاب في يوم الاربع، وكان كيكل الكلمة نهاما وبابلر. كيكل كان بيهاجم الجميع، نهاما ركز على خطط الحكومة وكان خطابه هادي كما وصف يعني من المحللين. بابلر بيقدم نفسه ان هو البديل لانه انتقد، قال ان الحكومة حكومة بتكون بتساعد على زيادة الفقر وجاي على الفقير. كيف قرأت هذه الخطابات الثلاث؟ صحيح. يعني السياسيين النمساويين مثل ما تفضلت يعني استاذ ممدوح، هلا حددوا الانتخابات ب 29 سبتمبر تماما، 29 سبتمبر اعتقد بيكون يوم احد كالعاده يعني. بناء على هذا الشيء طبعا بدانا احنا نشوف ونسمع الخطابات الانتخابيه والمواجهات الحزبيه، يعني دائما يعني بابلر، كيكل، نهامر قدروا ينفردوا بالعديد من الافكار. يعني كيكل دائما عم يطالب الحكومه